جمعيات مدنية ونشطاء يخلدون بنواكشوط اليوم العالمي للكلى من أجل إبراز ما يصفه المنظمون التحديات التي تواجه مرضى الفشل الكلوي في موريتانيا. وتحدثت رئيسة إحدى الجمعيات الناشطة في مجال عون ومساعدة المرضى عن جوانب من معاناة مرضى الفشل الكلوي، واصفة إياها بالصعبة من حيث شح الإمكانات المادية وافتقار المراكز والمستشفيات الصحية للمعدات والمتطلبات اللازمة في هذا المجال، داعية إلى إيلاء مرضى الفشل الكلوي في البلاد عناية كبيرة ومساعدتهم في التخفيف من معاناتهم. والمرضى فاصلين إلى أقصى درجة، فاصلين في العمر، فاصلين في الفاس، فاصلين في الميقات، فاصلين في إلى خلق أجهزة سكاتير إيجاد اللجان، الآلات في رفقه بهم ما هي خالدة، يكون مشروع إحنا فاصلين في عمر، الناس تعاملنا في ووصفت بعض المشاركات في تخليد اليوم العالمي للكلى الظروف المادية للمرضى بالصعبة، فالأدوية باهظة الثمن وفقها، ذاكرة أن المستلزمات الطبية المستخدمة في مجال الفشل الكلوي عرفت للشهر الثاني نقصا حادا بالمراكز والمستشفيات الصحية في البلاد. يا غير الأجهزة حالا متوفر الجهاز اللي يجي في الجاشوش، يا غير باقي المتطلبات واعي، والمرضى اغلبيتهم فقراء ولا عندهم باش يشتروا باللي تكلفه متطلبات الجهاز دون دقات الرامكو ب 26000، والجهاز اللي يجي في الرقبه واللي يجي في القايمه ب 25000، معناها على المرضى يلاه يوفروا لهم هذه الاجهزه اللي لهم شهرين مقروضين. الاخصائي مرض الفشل الكلوي هو قاعد ويشهد على اللي نقولوا يعرف ما في شكل، والاطفال اللي دوارهم تقولهم اللي ما هو موجود في موريتانيا يتوفر لهم. حيث أكد رئيس جمعية مرضى الفشل الكلوي أن هناك تزايداً في أعداد الإصابة بالمرض خلال الشهرين الأخيرين، مقدماً إحصائيات حول انتشار المرض بشكل وصفه بالمخيف. هو مرض متغشي، هو يناير أو فبراير فات جات 60 رجاج، تصوروا لا يناير أو فبراير فات جات 60 رجاج فيها وفيات الأعمار بيد الله، يا غير مولانا خلي السبة عاملة ولا حقت 170 وضرك لا تقريبا نفس الرقم. ويشكو المصابون بالمرض من ضعف التجهيزات الطبية اللازمة وعدم توفرها ببعض المراكز الصحية خاصة في الولايات الداخلية. ووفق إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الموريتانية، بلغ عدد المصابين بالمرض عتبة 1200 شخص، 240 حالة منها تسجل سنوياً بحسب تصريحات سابقة لوزير الصحة.